عبد العزيز سعود. ونعم، كيف حالك يا جواهر؟ الحمد لله. طيبة؟ ايه؟ عارفة موضوع حلقتنا اليوم يا جواهر؟ افا انا عارف. ولا عندك مشودة ولا مشاركة؟ أفا. ها؟ ايش موضوع حلقتنا اليوم؟ عن الطموح. يلا تفضل، يلا قولوا عن الطموح اليوم. يلا عن الطموح. يلا الطموح. الطموح. تفضلوا. لا بس كذا. يلا يا بنيات، يلا يلا اعطيني الفكره. يلا، عارفين عن الطموح اليوم؟ ايش بتكلمون عن الطموح؟ ها؟ صفة عاد انا عارف. يلا قولي، تفضلي. انا طموحي اني اكون جاهده في دراستي وامشي خطوه خطوه لدرب النجاح، وانا طموحي اني اكون دكتوره واعالج المرضى وارسم البسمه على وجوه الناس. يا سلام عليك. وارفع راس امي وابوي. إيه؟ والبس امي وابوي التاج في الجنه. يا سلام. وعلشان احفظ القران. وانا احب طموحي وهاي طموحي انا. يا سلام عليك. تفضل يا رند. يلا. انا طموحي اني اصير مجتهده بدراستي. عادي بقلتك زي ما قلتي لي امس. ايوه. طموحي اني اصير شو اسمه، يلا وظيفه عشان اروح الطياره. حلو. اكره النقطه. احب اصير دكتوره ووظيفه. بس خليك وانت جالسه عشان كذا. وحقيت مشغل. إيه؟ وحقيت طبخ. وحقيت بالونات. ايه حقيت يعني انت تبغين هذا الشيء كله صح؟ ايه. ايش يقولون سبع صنايع ومدرسة؟ يعني كم عندك صنعة الحين؟ كذا الصبح اروح الدراسة. حلو. بعد الدراسة على طول المطعمي. حلو. بعد المطعمي على طول البالونات. حلو. بعد البالونات على طول الوين؟ المشغل. مشغل. حلو. بعدين وفي الاخير دكتور، متى تنامين؟ متى تصحين؟ مو لازم، انا احب السهرة، احب اسهر. طيب حلو. وانت يا تمارا؟ كذا اسهر. غير التصوير. اصير مسودة. تصوير. 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 يلا تصوير. يلا تفضلي يا تمارا. طموحي اني اكون ايه؟ اكون طموحي اني اكون طبيبة. وعالج الناس. صغيرة. صوت عالي. ايوه. عالج الناس. اسمع منها. وعالج الناس. ايوه. وبس. بس شكرا. يلا يا جوز. انا اول شيء احب اذا كبرت احب احفظ كذا القران. إيه؟ وعشان افتح لماما وبابا باب الجنه. إيه؟ وانا احب ماما وبابا واتمنى ان كلنا ندخل الجنه. و ايش اسمه؟ واتمنى هذا عشان يوم كان عمري 3 وانا بالتحفيظ وانا الى الحين من التحفيظ هذا شو اسمه. واتمنى اني اصير دكتوره عشان اعالج الناس. دكتوره ها؟ اي. وعشان اعالج الناس مريضين. عشان اني شفت ماما تعبانه تمنيت اني اصير دكتوره. دكتوره. بس. حلو. وانا احبهم كذا. يا سلام عليك، شكرا. والله الحب ذا ملازمكم ما شاء الله. انا ما اعرف الكلمه. وانت يا عسل. يلا. طموحي اني اكون مصوره و ايوه سفاد. اكون مصوره واحفظ القران كامل ما شاء الله وادخل الجنه. يا عيني عليك. وانت يا فرات، بس قبل ما ناخذ منك يا فرات نقول للمشاهدين اللي يتابعونا اليوم في برنامج بنوتات اللي حاب يشاركنا عن طريق هاشتاج بيتنا الكبير 32، اللي حاب يتكلم عن الطموح اليوم موضوع حلقتنا عن الطموح، قولوا طموحاتكم وانا ان شاء الله راح اقراها باذن الله على الهواء مباشره مع برنامج بنوتات في بيتنا الكبير، هاشتاج بيتنا الكبير، شاركونا وراح ان شاء الله انقل لكم طموحاتكم باذن الله. يلا اول شيء وعدني انك ما تقطعني. يلا ما اقطعك. يلا قول وعد. وعد. خلاص شفتوا. بس يعني كذا بسرعه. انا اذا جيت يعني احد وفي الاخير انا كذا اكذب عليه اصلا كذا. انا ما قاطعتك. واقول انا سامحت. اقول لك انا ما سامحت بصدق. يلا طيب. حلوه مره الضحكه. هيا. يلا يلا.
طبعا كل انسان له طموح، وطموحنا هو سر نجاحنا. سلام يا هوى. انا بعلق على كلامك بس يعني. يا معلم. انا بقول لك الحين اسرتين. اوكي. وانت قول لي من الاحسن؟ في الاسره الاولى تخلي اولادهم يصلون للقمه اللي يبغونهم، حلو، الطموح اللي يبغونها، مثلا يقولون لهم عافيه يا بنتي، عافيه يا ولدي يا الشاطر، عافيه يا بنتي يا شاطره. اما الاسره الثانيه تحطم يعني طموحهم، وش تقول لهم؟ انت غبي، انت غبيه. انا غبي؟ اجل انت ايش تقولين انت؟ يلا 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 خلاص يلا تستاهل تستاهل. هي فرات ليش كذا؟ ليه الاحمر؟ ترى الاحمر دائما يعني يسوي مشاكل. ناخذ طموح تريد نرجع لك يعني. يلا يا فرات. فرات ما يصير كذا يعني. الحين انت قاعد تقول طموحات وفي الاخير ما ادري فجأة كذا. هو الاحمر دائما اذا البس الاحمر يصير. يلا يا تالين سمعين. تولين يلا. فرات طموحي. يلا يا فرات. اكون واضح انك تمثلين. ما احد قال لك مثلي فرات. يلا تطلعك ما تمشي. يلا يا تولين يلا. طموحي اني اكون دكتوره اطفال وعالج الاطفال المرضى. يا ذا الدكتوره. ها ليش يا فرات؟ طيب ايش تبكين؟ ليش تبكين؟ حساسه انت صايره مع الاحمر. مو تقال الحين فله وناسه. خلاص يلا قولي اسكتي يا خلينا نسمع طموح. ليه؟ تقاطعني. معليش يلا. ها عاد قطعها. طيب يلا قولي بنرجع لفرات يلا. انت قلتي الاحمر ومبسوطه ومبسوطه ومستانسه. يلا ايه انا طموحي حلو اني اكون دكتوره اطفال. يا دكتور حلو اعطيها من هذي. ليه اتمنى اني اكون يا ربي يقطعوني. يلا لا تقاطعونا يلا بسرعه. طموحي اني اكون دكتوره اطفال. ايه وعشان اعالج الاطفال المرضان. مرضان حلو. مريضين. اي اوكي. مرة. يعني عشان تعالجين اختك مثلا لما تعبت عليكم؟ لا. اجل؟ يعني اذا كبرت. طيب، بعدين؟ وعالجهم و حلو. بس. طيب اوكي يا سلام عليك، يلا يا فرات تفضلي. ولا ابن امه يتكلم قسم بالله يا ويلكم، تفضلي طال عمرك. تفضلي طال عمرك، الله يطول بعمرك الأميرة فرات. شيخة شيخة. شيخة شيخة. كل إنسان له طموح. طيب؟ او طيب لما قلت لك ان العائله طيب هذول كانوا يعني إيه؟ يعني ما يخلون عيالهم يعني الشيء اللي يبغونه. وفي قصه عن واحد اسمه توماس اديسون. حلو. هذا مخترع كهرباء. كيف صار مخترع كهرباء؟ لانه كان بالمدرسه. طيب اسلمي. لما كان بالمدرسه ارسلوا له خطاب وقالوا اعطوه لامه. لما أطال أمه مكتوب بالورقة ما أن ولدك غبي لا تجيبينه للمدرسة لأنه ما يعرف أي شيء. بس الأم ما قالت له ولا ما قالت لولده كذا. طيب يا سلام حلو. قالت له أن يقول مكتوب بالورقة أن أنت ما شاء الله عليك ذكي ويعني عندك خبرات كثيرة، بس أنت بالمدرسة يعني مدرستنا ما تعلم إلا شوية، إيش رأيك أنت تدرسينا في البيت؟ حلو. لما بعدين طيب لحظة ما قاطعتك الحين، أنا بس عشان يعني نفهم بس السالفة، أتكلم ولا تخلصين؟ ها؟ بس الورقة أقصد الورقة وصار عليها. عندهم إيش ولدك شاحن؟ طيب لما درسته ولما كبر صار مخترع الكهرباء. طيب الحين بقول لك يعني بقول لك الحين انا بقول ايه يعني بقول لك ايه يلا. طيب بقول لك شيء الحين. هذا فهد السعير اللي ب 2016 نفس فهد السعير ب 2000 قبل 16 سنه. لا قبل انت كنت يعني مذيع بسيط برامج بسيطه.
أرضه تخلص البرنامج وترجع للبيت. طيب يا سلام عليك. بس الحين صار وشو؟ صار عندك يعني مؤسسات ثلاثة. طيب وصار عندك يعني فرقة تلعب وبنات، صار عندك يعني فرقة، صار عندك يعني برامج. يا سلام. عندك بنودات حلوات. ايه زي أنا. حلو. ترى الحين عاد يحسبوني الراجحي، تجي ثلاث مؤسسات يحسبوني الحين ولد الراجحي. يعني تفرطيني انت ولا قصدك قاعد تقولين قصه؟ بصير القصه صح هذه؟ ما شاء الله عليها. طبعا فرات جميله، يعني شوف بقول لك شيء، انت قبل قلتي انا جايه مبسوطه ومستانسه ومن الاحمر ما شاء الله مشخصه ومره جوك جميل يعني صح؟ ليش يعني صايره حساسه مره فرات حبيبتي؟ كلمه انت مره يعني لا احنا ما نقاطعك يا قلبي، بس هي مثلا انت قلتي في ورقه وكذا، احنا نسال يعني ما تبين نسال؟ ها؟ أنا خلص كلامي. طيب ابشري سمي تفضلي قولي انت، قولي انت خلصين انا بسالك. يلا خلص. خلصتي؟ والله ولا باقي شوي؟ ها؟ باقي شوي. الا باقي شوي تذكري. ما عندنا. يا سلام عليك. طيب هذا الحين كلام الفرات ما شاء الله مره جميل صح؟ وش فهمتوا منه؟ انا يلا قولي. مفيد. ها؟ انا. ها؟ اعجبني كلام فرات انها اول ما قالت انها عندك مؤسسه. لا خلي المؤسسه لا تكلمون عني، اتكلم انت الحين. انا ها يلا. عجبني كلام فرات اول ما قالت ان امها ان الام هي ما قالت ولدها انها غبي، قالت لنا انت شاطر وشاك تدرس في البيت. حلو. عجبني ذا الكلام. يا سلام عليك. الحين يعني هي قالت انه الطموح الجميل انه لازم ان احنا نطمح. هي تكلمت عن حاجه قالت انه اول مثلا كان فهد السعير هذاك اللي فهد السعير ذاك كان يعني كان يقدم برامج بسيطه وكان عادي صح؟ كل ما كبر يصير في اشياء ايش؟ تكبر معاه صح؟ إيه؟ فانتم الان صغار صح؟ كل ما كبرتوا ما شاء الله تبارك الرحمن كبرت الطموح عندكم، يعني اليوم انتم تطمحون ان انت تصير دكتوره والثانيه تصير مثلا مصوره، ممكن لما تكبرين يصير عندك الطموح غير صح؟ تصيرين انت طباخه صح؟ ما احب الطبخ. انت طب... انا ليش ما شو بتسوي اذا كبرت تبي طباخة؟ اصير اسوي لهم الدومي. اه حلو. أنا طيب فرات انا ابغى انا مصوره. طيب كل هذا. طيب بقول لك شيء. فرات يعني انت ما قلتي لي بس طموحك ايش؟ يا بنت شوي. طموحك ايش؟ جت وحده. ايه طيب طموحك يلا يا فرات. احفظ القران. يا مرحبا يا مرحبا يا هلا وسهلا حياكم الله تفضل. لا بس خلي بس المايكات يرجعون بس. ايه طموحي إيه؟ اكون حافظ القران. ايوه. واقدر اغلد صوت الشيوخ. ايه وارفع راس امي وبس. يا سلام شلون؟ اوك ارفع راس امي. لا شلون؟ لحظه ما تضحكين يا طلقات طموح مره جميل. ايش قلتي معلش عيدينا شوي؟ اني اكون احفظ القران. يا سلام عليك. الكامل والكتاب ايه او اكون يعني اقدر اغلل صوت الشيوخ. يا سلام. وارفع راس امي وبس. يا سلام عليك مره ممتاز. تحيه قويه. الابو ليش ما قالتها؟ ها؟ الابو ليش امها وابوها مع بعض يعني كلها واحد يعني امها وابوها مع بعض امها وابوها سوا. يلا وانت يا رند ايش تبي تقولي انت الصلصال اللي معك؟ بس على فكره انتم يعني معليش بقول لكم شيء، احنا يوم جينا في بيتنا الكبير صايرين مره حساسات، يعني لو احد يقول لكم شيء مره تبكون. ليش؟ انا حساسه. انت بكيتي وانت بكيتي كلكم بكيتوا. انا بكيت بس ليش؟ شغل ونايه على طول. انا بهذا الشيء ما بكيتي. الا كلكم بكيتوا ليش؟ ليش صايرين حساسين يعني؟ انا بكيت انا حساسه. يعني انتم الحين اذا انتم جبتوا لي السمرقع ها؟ ما تحسون فيني انا عمري بكيت معكم؟ اي عمري بكيت؟ معكم معكم يعني لا انا حسين بكيت بعدني يوم دريت انها جت معرفه. هذا عن شيء هذا شيء ثاني. لا معكم معكم اذا ازعجتوني وقرفتون. اذا حد قاعد بس في حلقة الخوله احس انه بيشدد لي واروح اغلق الغرفه ابكي. تبكين؟ ابكي. ليش طيب؟ ليش انت تبكون؟ انا حساسه الصراحه. ما احس ايه هاي انت تمارا تمارا. لا انا بغلط. تمارا لحظه اجلسوا وانتوا جالسين يا بنات جالسين اجلسوا. تمارا بس انا جاي تبكي. تمارا طبعا ها ما شاء الله عليها البكي عندها مسوي رتويت على طول يسوي رتويت رتويت تلقائي ها.
مجرد ما تبكي واحدة على طول تشغلين الونان معها انت.